اهلا وسهلا. كنت عم فكر شو بدي احكي. موضوع جريء كتير، قلت الله بقدر اقوله على السمارت سوي. ما استرجيت ولا مره اقوله على اي محطه عربيه، ولقيت محمد كيلين اجى قعد حدي، كان ورا الكاميرا وسالني هالسؤال. قلت له فين احكي عن هالموضوع؟ قال لي، قلت له لحو بقلبي وعلى راس لساني. قال لي مبلا متعطشين الشباب خصوصا. شو في بس تترك جسمنا فينا نحن نروح ونرجع؟ رح احكي يا عالم، رح احط كم كلمة انجليزي، والكتب موجودين عندكم في عمان، في لبنان، في بيروت، وين ما كان. ورح احطكم باختبار شخصي وانتم بتختبروا. العلم اسمه OBE، Out of Body Experience. كلنا، كل انسان، انتبهوا، اوقات كتير منكون نايمين بتعملوا هيك رجبتوا، ما حدا دقركم. أوقات منكون قاعدين على الكرسي مش على النوم. انتبهوا، نحن ونايمين دايما على اليمين بتصير. قال الحبيب على اليمين. شو هيدا؟ روحوا اخدموا بالهوسبيسز مطرح ما إن شاء الله الله يكرمنا يكون عندنا بيت الحق. بتلاقي في حديث، شو هيدا؟ شافت المسيح، شافت الرسول، شافت العذراء، شافت ناس ما بعرفهم. بتخبر بيا بيقول لها هودي مات قبل ما خلقت، منين شفتيهم انت؟ افتحوا ادجار كيسي، ابن 8 سنين، بيسموه بامريكا ذا سليبينج بروفيت. ينام ابن 8 سنين ويقولوا له مريم نور، يقول لهم قاعده على التلفزيون عم تحكي ولابسه هيك. يا سرية الجبل. نعم بتصير. بعدين شو بها؟ عندها وجع هيك هيك، نام نجيب لها الدواء. بيروح على الهند بجيب الدواء بحطه حدي هون، وهو بامريكا طرفة عين. القرآن الكريم ذاكرة، قال له مملكة وعرش ما بدك بجيب. نعم في بتقولوا هيدا جن وسحر وهيك، في حقيقة وفي خير وفي شر، وهيدا علم وفوتوا بالعلم. هلأ كيف فينا نحنا نختبر؟ رح أخبركم اختبار بسيط. كنت قاعدة عند جارتي مشي 30 سنة، هي عم بترد على التليفون. هالمرة بيتها مبارك، الصديقة الوحيدة بلبنان يلي بحب موت عندها. ما في لزوم احكي انا وياها وبنتها وجوزها، بالصمت. وهي إذا مدتوا معي ليرة هي اللي بتاخده، لأن بتكفي بيت السلام. ديوني بيلوس تيان. كنت عندها، هي عم بترد، شفت يسوع المسيح قدامي، راح. ديوني، قالت ليش في شي بالبيت؟ قلت لها أنا شفته أجا وراح. كان في حرب بلبنان. بالليل غمض عيني، إلا لبنترين عم بتشوفي شو عم بشوف؟ تقلي لا. قلت لها في عالم غير هيدا. بتري وين رحت؟ ما شايفته بالسفر ولا شايفته بجريدة، ماشي، بس عرفت انه في فيل. حلوين كتير الناس، يا الله. غمض عيني شوفهم، فتح عيني ما قدرت. قعدت هيك رين انا ما فيني نام، سامعة هالموسيقى شو حلوة. تقلي ما في موسيقى، يا الله. طلعت على البلكون، عالم غير هيك تلحقني، ما شايف شيء. تقلي لا في قواص، يا الله. انت وين تكون هالحرب؟ بدي ارجع. ما عرفت. كل النهار وكل الليل وكل النهار وكل الليل، وتاني يوم اجى لعنا خور. قلت له يا ابونا هيك؟ قال لي ايه بتصير. قلت له شو فيني اعمل تشيله؟ قال لي نيالك، أنا خوري كلنا بهالدار ما منشوف، بس أنا عرفت إنه صار شيء هون. هيدي المرأة مباركة وقديسة، ديوني بتخدم الفقراء، الختيارية، ما فين إلكم، كلنا بنعرفها. وهي وجوزة من عيلة غنية وعلم وكل شيء، مكرسة حياتها للناس، لا بتزور ولا بتدور. طيب بدي شيل هل، وراحت. رحت أمريكا مؤتمر هيك سايكيك باور، مين بيشوف؟ ما عملت شي حتى تعني بالأرض،
قال المعلم بالسبير انت 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 اصبر شو يحكم. صرت بدي قوم روح، طلع واحد من الموجودين وقال انت شو اسمك؟ مريم. حكي. صار يقولوا you are in a safe place، you are safe مريم، you are safe. مطرح امين واحكي، انا بخاف انه ما فينا نحكيك بلبنان، كيف بدي احكي؟ قالوا لي هاي امريكا احكيها. حكيت انه انا ما بحب شوف شيء مزعج. تحبي تشيليون؟ قلت له هي الناصية بس تفتح فيك تتحملي هالمسؤولية. لا ما بحب. لتكن مشيئتك. عمله المعلم وبشيله. شهر اثنين ثلاثة الحمد لله. شو هي هي؟ هي طاقة فينا مثل سارية الجبل، بتروح على الأكوان كلها وبترجع أنت ومطرحك. الحمد لله. رجعت، رحت عند المعلم ميتشو كوشي. رجعت يتطلع فيي يقول له ميتشو، يقول لي أنت ما تعملي، ما تخافي، عيشي الرسالة هيك. شوف إنسان قاعد هون لقي وجهه حلو مهضوم وبحبني، يقول لي امبارح كنت قاعده بحضنه وما شايفتي بس هلا ابتسم لي، يعني وين ما كان في ناس. ايه كيف لازم اعرف؟ قال لي اذا بدي يؤذيك بيأذيك، واذا كنت منيحه ما بيأذيك. مين كان في بهالبيت؟ قال لي صاحب البيت وقع كسر اجره، ما حدا خدمه، اهل بيته مات هون لحاله وورثوا منه البيت ونحن اخذنا البيت. قلت له بعده هون؟ قال لي بحبني وبحبك انت بس في عنا شغيله بكسر لهم اجرين. يا الله منا سهله. شو بنعمل ميتشو؟ قال لي بتصلي وبتضوي شمعه وحاطين ملح ومي وقمح. صرت جيب مين عنده قران مين عنده، صرت رح انهبل يعني. عملنا مذبح وحطينا باي اوضه مات بهالاوضه بهالاوضه. صرنا نعمل تشات، حطينا أذان صلاة هللويا. رحت عند أهله، مين بعد في من أهله؟ صرت جيبه، لازم هو يرتاح. قال لي ابنه موت لي ابني، روح لي شغلي. قلت له أنا كنت عملت. قال لي أنا عملت فيه هيك. نعم جيب ولد ورجع أنت لازم تعمل تستغفر وتكون منيح وتعمل صدقة لأبوك. حولنا البيت كله ميتشو، محولوا صدقة. كل الناس تجي بتاكل تشرب بتنام، أوقات في ألف حذاء برا، ميتشو بيناموا على حصيرته. ولكن بركة هالرجال ما فاتت على أهل بيته. لما جبنا أهل بيته كلهم أغنياء ماديا، صار كل واحد يحول بيته ويجوا لعنا يتعلم. ولكن حبيت ما يكون عندي هالطاقة. ميتشو شيله. منا سهلة تشوفوا شو فيه، ولكن إذا بدها ترجع تجي تجي. كنت بلندن، بيت مهم وجميل كتير، بحب البيوت الحلوة وهي، بس ما بحب وقت اللي بيكون مثلا ما أقدر أتحمم بالحمام كتير كذا حنفية وهيك كتير غني ماديا وذهب روح عند البنت الخدم لقي نفس الحمام. يا الله بخاف اوقع واظحط بهالحمام. anyway صرت خاف من الحمام. فت لمطرح تاني. قمت الساعة 6 الصبح بدي روح على الغرفة اللي فيها فاكس ماشي، لأن ناطرة فاكس. رحت ما لقيت، جيت قعدت على التخت قاعدة، هيدا التخت وأنا قاعدة من شباك الحمام شفت في حدا سكت لي، إجا من أوضة النوم وفات دائرة من نور هالقد، الأوضة صارت نور. قلت أنا إجا الموت، اجري على الارض وانا على التخت
استسلمت مثل الطيارة ورحت فيها. يا ريتني ما شفت اللي شفته. إذا بتقولوا ما في جنة، إذا هيدي الجنة إن شاء الله استاهلها. العنب، الناس، المي، الفواكه بتجي لقدامكم، ما بقى في الكلام اللي بتسمعوه، ما في وقت، ما بعرف، ما بقدر لكم شو شفت. تفهم بلا ما تحكي، تسمع بلا ما في صوت. البنات شو حلوين، لا خطيرية ولا صبايا، مدري كيف هالشعرات، هالوجه، هالقناطر، هالمي، هالحمام، كيف غسلتني، المي فاتت من راسي لجسمي من جوا. هالناس، قال لي ساعد اللي بتحبي فيك ترجعي انت، بس ما فيك تجي. بس حبيت ما ارجع، وارجع ضعت. فتحت عيوني، ما فيني هز حالي. صليت، قلت كلمة ما بعرف، وبدي روح شوف الساعة. دغر بلش الفكر، شو هاي ساعة ونص بس هيك هيك، مدري كيف. تاني يوم في خادمة بهالبيت معنا، قالت لي أنا ما كنت حب النصارى، بس مبارح إجا سيدنا عيسى صرت حبهم، وتطلع وشفت المسيح هون، فلا لازم نحب كل شيء وكل الناس. خبرت أنا شو صار فيي، قالت لي وأنا كمان. صاحبت البيت قلت لها، قالت لي هالخادمة طلبت تجيب لها أختها. قلت لها لا ما فيني، ما فيني أدفع لك وأدفع لها بالملايين البيت. قلت لها عندها بركة أكتر مني ومنك، نحن المنقصر يا جماعة، بنفتكر هيدا خادم وهيدا سواق. قلت لها ببركة هالبنت، ببركتك أنت، ما بعرف شو في بالبيت، ما بعرف. جيت على بيروت، بيتي صغير، قلت يمكن الله بفرجينا الجنة ببيوت الأغنياء، بس ما رح يجي لهم. قليل ونادرا ما أقوم من البيت بالليل، يعني تفوت على الحمام، عندي غرفة وهون الحمام. قمت بدي فوت على الحمام، ضليت واقفة، حسيت بدي أوقع، وقفت. طبقة تاني بعد الصورة القديمة، وهيدي غير صورة. تراتيل الأناشيد، الأذان، الصوت، شيء. وصار بعده فكري يشتغل، مش هرجع، ما في، ما بدي اعمل شيء هون، بدي ضل. يقول لي لا بدك ترجعي، يفهم انه عم بقول بدي ضل هون. شيء ما فيني الكن لا كلام ولا شيء. وقفت، رجعت على تختي، ما فتت على الحمام، رجعت على التخت. يا رب لا بقى تفرجيني، لا بقى فيني اكل فواكه، ما فيني اكل هلا، ولا فيني شوف حدا، ولا فيني اسمع، ولا فيني اكون مع الناس. قاعده ملزقه بهالكتاب وبهالشغله لاني بحبه، اذا مش شغل. تلفنت لميت شو بعد يومين، قال لي رح شيله، دغري جاوبني. قلت له ميتشو ما بدي اشوف، ما بعود فيكم تعيشوا انا شخصيا. ومن وقتها لليوم بيروحوا وبيجوا، بكون بالطيارة 20 ساعة، بوصل وطوي عنا بعده، بس قالوا وطوي عنا بعده. وكف الدعاء، قلت لهم بعدنا بنيويورك، قال لي لا وصلنا على السعودية. قلت لهم هيدا اللي بيقولوا شو دعاء السفر، حبيته كتير، بس قالوا دعاء السفر وطوي عنا بعده. قلت بدي خبر كل العالم، كل شركات الطيران تقولوا. قلت لهم بعدنا بنيويورك، قال لا وصلنا بس نمتي كل الطريق. 13 ساعة نمت، ما حدا صحيني. اهو علامات، ما قالوا الشرح. وصلت على الاوتيل، سكرت الباب،
سويت لإلي ما في حدا، حطيت شنطتي وشلت قميص النوم، تحممت. أنا ما بحب هاي القميص، في ألوان من اللون الأصفر ما بحبه، بس صاحبتي صالحة عطيتني إياه، قالت لي قلت لها بدي ألبسه. دفعت على التخت لقيت في قميص نوم حلو كتير بيضة وعليه زهرة الخزامة، وهيدا الأوتيل اسمه الخزامة. يي قلت بلبسها، تحممت لبستها كيف مسكر، قعدت تحتي ايد مسكتني. هاي اول مرة بخاف، قلت له انا امك جاي كرمال بنت، هيدا اسمها عندها سرطان، اذا فيك تساعدني وانا بعمل لك كل الصدقات، كل قرش بياخدو لك، كل قرش بيعطوني اياه صدقة. شاد ايده، خفت، فتحت عيني، اخذ قميص النوم وطلع من الحيط. شفته اخذها، يا رب دخيلك ما يسحرني ما يعمل شيء، بس انا مش لابسته. بخاف الانسان، ما قدرت نام. طلع الفجر، نزلت على الاوتيل، صرت اسهل، عرفت وعملت صدقة لهالشب. كله الإنسان بس يموت انتحار أو أوفردوز أو أي شيء بيعطي علامة لشخص سعد. عرفت اسم أمه واسم هو، حكي القصة قدام الناس. أو كان الله اللي أشقده، ولكن بتمنى ما تجي وما بتشيلوها ولا أنا، لتكن مشيئتك، بس ما نلتهي فيها لأن هاي إشارة، والإنسان بده يكون قوي تما يلتهي بالإشارة. بيقعد تحت الإشارة بيروت ترحب بكم، نقعد تحت الإشارة بيروت؟ لا، لازم نروح على بيروت ونفوت لعند حدا من الأخوة والأصحاب ونشتغل ونرتزق ونرزق وما بعرف نقوم بواجباتنا. هاي بيروت مش الأرمة، بس كلنا عنا هالطاقة. فيكن تستخدموا الموسيقى، في موسيقى subliminal messages out of body experience، في موسيقى ما فيكن تستخدموها بالسيارات، موج بحر بيحطوا موسيقى inner engineering من جوا، هندسة داخلية، deprogramming، منشيل البرمجة اللي عملها المجتمع فينا ونحن رضينا. هتقولوا الحق على فلان ولا الحق على التلفزيونات ولا الحق على الملك والأمير والوزير والرئيس؟ أنا المسؤول، أنا الحق علي، أنا الحكومة، أنا الدولة. هل أنا الصغيرة تموت بالأنا الكبيرة؟ أنا اللي عملت كل الشرور بجسمي، لجسدك عليك حق. إذا ما بدي لوم، إذا بدي لومك أربع صبيعهم. بس تنضف هالطاقة بصير يحكونا، تعمل إجرك بتكون طلعت من جسمك وما عرفت تفوت منيح. الطيارة ما عم تعرف تعمل جود لاندينج، بترجف والطيارجي ما قدر. فإذا أنا الطيارجي لهالطيارة، أنا الخيال لهالخيل. هل أنا الصغيرة يلي محكومة بكل حب ومحبة من الأنا الكبيرة؟ مريم نقطة والله المحيط، بس مريم بتدوب بالمحيط بتقله بما شاء ولتكن مشيئتك كل الوقت، ما في غيرك، مسيرين ومخيرين بأمر منك أنت القادر والقدر. بيعطينا علامات بيقول انتبه هون من هون، بكون واقفة على مفرق طرق من هون، الصراط المستقيم بإيدك من هون، في موسيقى، في صيام، بنبعد عن كل شيء مخمرات كل هول تعرفون. ما منقول ليش عم تشرب خمرة، أنا ما بحبها، هلأ ما بحبها، مش طالع عبالي، ما بقولهم بتضر والله، عندي قابلية بليها وهي مزبوط، يعني بحكي كلمة. فإذا كلنا عنا out of body experience ومنشوف، ولكن في أوقات منشوف إشياء. أنا بدورة هون بعمان، كل اللي موجودين بالدورة كلهم شافوا، لأنه الله مع الجماعة،
في طريق تنفس، في طريق بنعملها أشياء كتير بنعملها مع بعضنا، قراءة، سمع، تراتيل، كلمات، استغفار. أقوى شيء مرة في كتاب في استغفار، حد هلا بخاف أقوله، بس حدا يجي لعندي بعطيوني، بس بدي أقوى إن شاء الله وأرجع أقول. قعدت بتختي قلت لأقول، يلا قلته بالأعداد، كتاب حطه معين الدين الشستي وحكي عن ابن العربي. أنا قلته الموسيقى، الأشياء اللي صارت والملائكة هالألوان، حسيت بدي زدت حالي من البلكون طابق خامس. نحن افتح البيت وبلكوني كله زريعة، فيني زيح وفيني نط، الملائكة تحجب. حسيت بدي روح، ما أقدر، ما في مطرح، بدي انزل على الطريق، ما أقدر افتح الباب، تسكرت، صرت أقعد أدعي. منظر الموسيقى، أصوات celestial music، الملائكة أصواتها، سكر ديني، ما بدي أسمع، أسمع أكثر. ولكن فينا نطلب، في طلب فيكم تطلبوا، يا رب استخدمني بلا ما استكبر، نهار اللي بدي استكبر أقيم علي الحد، لأنه أكثر شيء صعب الاستكبار. أنا شفيت فلان وأنا عملت هيك، وبس اسمع حدا يقول ما فيني قلكم شو بيصير فيي، ما فيني أحكي، أنا بشفي وأنا بعمل هيك، يعني النقطة. فينا نقول أنا أكلت وأنا رحت وجيت وعملت، بس بوعي، بيكون باللاوعي وبالسبكونشس وكونشس ماين، مثل الموسيقى خلف البرنامج. لهالسبب ضلني بحط موسيقى، بحط شمع، تضل اتذكر أنا الكباية الإناء وأنت الفناء، يا مدد يا سند يا صمد إلى الأبد، من المدد إلى المدد. نحن زوار ضيوف، ربي بيستخدم الضيف، يستخدم هالضيف اللي أنتوا بتحبوه، أنتوا قلوله استخدمني أنا خليفتك، استخدم هالخليفة. ألف نون ألف، أنا نحن نون حينو، بقول كلمات قبل ما نام كله مثل النيرولينغويستيك بروغرام، راح تشوفوها. أنا بقول ربك فكبر، ربك فكبر، عكس بعضهم بينار. السلام عليكم، وعليكم السلام. مودته تدوم، مودته تدوم. هيدا علم تيوحد الدماغ والعقل والفكر والنفس والذات والروح، وموجود كل هالعلوم في القرآن الكريم. بس للأسف علمائنا، ما بعرف ليش، للأسف أنا بتعلم عند الأجانب، مثلا بسورة صاد، يا الله شو في صمت، صوت، صورة، صلاة، صيام، شوفوا بيشرح الغربة. في عرب برا، بس بدنا عرب هون يحكوا وما يخاف. تعرفت على شخص هون في عمان، قلت له اطلع على التلفزيون منسميك المنع، قال لي ما فيني قلكن مبارح شكي، يا الله رحت من هون الساعة ورحت لعنده، قعدت أنا ومرته وسامة قديم، طلع وسامة بيته وحكفة ملزوم يحكي البيت، بس شوفوا البيت، قال لي أرضي صغير البيت، لو أكبر البيت هون، هالمطبخ يا الله شو بحق فيه، هالترف وهالزوء وهالألوان، هالولاد ربيكم كلكم موجودين ما بيحكوا، في بركة كبيرة بكل، والعارفين بيجوا. نحن إن شاء الله يكون عندنا الاستحقاق، حتى هالعارفين يشوف إنه في عندي الاستحقاق طيعتيني. إذا ما كان عندي استطاعة بيكون الحج مثل الحج، اللي عنده استطاعة معه بيشوف الحج، والله ما إلا ناقتي، هالناقة عندها استطاعة أكثر من حجي. عمر ليش اختار هالناقة؟ يختار سيدنا عمر، ليش انه لسيري
إمام علي، إنه هيدا بأمر من الله، إذا أنا إن شاء الله مأمورين من الله منصير خليفة الله، مأمورة من البلاء. بدنا نضل على حالنا بكل نفس وبين كل نفس نتذكر، لا مش شغلة قاسية الله بدمل هيك، هيدي طبيعة الإنسان. بس نعرف في موت تصير طبيعتنا، فإذا بيت هوني هيدي أول خطوة الموت، هيدا بيت الحق الحسن، بس بعدين تراب رب. اللهم وسع قبورنا، بس نمرق من حد المقابر. بأمريكا أساسي اسمها لاما فاونديشن أبر، نعم حلو، بس أربع كلمات لا إله إلا الله. شو في عندك كتاب قرآن إنجيل؟ كل واحد الموت بوحدنا بيشتغل. هي بنيو مكسيكو هي أوقاتك إنه نيالكن أنتو بالمقزمون تعيشي بمقبرة فوق الأرض، بعدين هي المقبرة نفسها تحت الأرض، أرض مقبرة فرشتين، عندك صديقك زك أنت رفيقتك بنتك ابنك، ما في حلم محمونك في حمة ومنيك ونضلنا نزحف، ما حدا بيمسقينا هيك بعدهم صحتهم الحمد لله، لأنه منتكل وإذا حبلنا منحمله، بس منعيش لا إله إلا الله بالعيش، نشتغل وبننزل على المحل. إيه أهلا وسهلا، في كتير ما بيحبوا يرجعوا، ممنوع 3 شهور روح بياخدوا مثلا، بقدر أقول أنا إن شاء الله بال70 بال80 بال90 رب إذا قد ما أعطانا عمر في مطارح من هالنوع مننهي حياتنا إذا أمر، إذا هاللحظة بإيده وما منعرف تاني لحظة. فإذا كلنا عنا هالكرامات، نعم حضروا فيلم موجود، في فيلم اسمه جوست، وفي فيلم يلي فلات لاينر، 3 علماء وأطباء بمستشفى قالوا شو هي عم بتموت شفت المسيح؟ ليش في حياة بعد الموت؟ ما في إيمان بس بهالجسم، نحن أطباء بنعمل جراحة بس بجسمنا. صاروا هالأطباء وحدة تانية التالتة يشوفوا الفيلم تقول هيدا كذاب هيدا كذاب هيدا كذاب، كلنا كذاب، في شيء بعد الموت. جوليا روبرتس لعبت الطبيبة وقالت في مكان بنعملها نفحص القلب بصير فلات لاينر منشوف موجودة تعتبر بركي متنا ومتنا منكم متنا. فاتوا كلهم وشافوا وين رايحين، شوفوا هالفيديو. خواتنا بأمريكا اندوخوا وصاروا نعم ما ضروري تشوفوه، من قال ذرة خيرا يرى ومن عمل ذرة شرا يرى، أحياء عند رزقون وين وكيف بأي برزخ. فات أول شخص فرجونا مشاكل أمريكا العنصرية، شايف حاله وقت اللي كان بالمدرسة كان في بنت سودة يضل إلا أقلي بلاك أقلي بلاك سودة مش عم شايفة مزبوط أنا هيك، شايف عذابه مرته عم بتعذبه وليله عم بيعذبه، كل هالنسوان يلي عم بحبهم غير مرته في عذاب، وهي عم بيعذبها جوزها وهي عم بتعذب جوزها جوزها عم بتعذب، كله هي حرام هيك بده يصير فيي، شو بدي اعمل؟ استغفار. شايف عارف رجع شفته ايه شفنا شفت ايه شفت شو بك تعمل؟ صار يفتش وين هالبنت، راح يفتش يسأل وين كان أهله وين بيه وين أمه، قالوا له تجوزت وين ساكنه، راح شاف بنت مثل هي وقت كانت صغيرة، قال له وين أمك؟ فات لعندها قال له بتتذكريني؟ قالت له إيه، قال له بدك تسامحيني، قالت له أنا سامحتك وقت كنت صغير، لأن نحن بالبيت بيعلمنا شو ما صار فينا هيدا الله، مثل ما يسوع سامح سامح، اغفر لهم يا أبتا يعلمون ماذا يفعلون. عم تعملي هلا؟ بين جوزها، جوزها شايف عم تحكي مع رجل ابيض، هكا فرجونا ما في عنا عنصريه عند لا ابيض ولا اسود. قالت له هيدا جوزي وهيدي بنتك بتشبهك، قولي له لجوزك يسمح،
بنتك سامحيني وانت سامحيني كل السود بالعالم. صار يطلب استغفار من كزيا. لا ما لازم، بس مرتي مرته تغيرت، ما بعرف ليش. بحب اقول لك انه انا كمان هيك، ما بعرف تقبل مني اقول لك اني زنيت. هلا وانا كمان نستغفر. تاني دخل هو وصغير، شايف انه فيت فيت فيت، رجع لورا شايف كلب، قام لبط الكلب. هالكلب من لبطه لبط الشجرة، الشجرة عليها طفل وقع ومات. هرب الكلب، هرب هو. مين وقعه؟ مين حدا خاف، بس كل حياته معذب. شايف الكلب، شايف الصبي، والصبي عم بيعذبه كتير، يقول له او موتني. الصبي عم بيعذبه، بعذب هالطفل، اقتلني اقتلني. كان رح يموت، يعملوا هارت سيسيشن هيك. شافوا انه رح يموت، ما كان عم بتقول، يقول له موتني او سمحني. دخيلك انا ما كنت قاصد، انا كنت ولد قدك. بعدين الصبي شاف المسيح، فاذا اجا الغفار، اجا المسيح بامر. ها اثنين اطفال سامحوا، ورجع ايديك الطفل صار ابتسم، وهو رجع اجا شايفه وقال بدي احب كل كلب، بدي احب كل طفل، بدي اعمل طبيب اطفال مجانا هيك لله. جوليا روبرتس قال بدي اجرب. رجعت بنت صغيره قاعده على الدرج، نزلت على الابو بالبيت، شافت بيا. هي الفيديو اللي فينا عمل ريوايند، تعملوا ريوايند بيرجع القلب بيعمل ريوين. بيا قالت له صحيح انا قلتك، امي قالت انه انا قتلتك. قال بس انا عم باخد مخدرات دراجز، لما شفتي بنت صغيره ما بدي خليك تتعني هالاساءه، عملت ابرز اوفر دوز، هيك مت. انت السبب، قولي لا لا امشي، كنت بطل تضربك، مش انت السبب. اجيت قالت امي ماتي، بدي إلا بدي سامح أمها. سامحت نفسها وسامحت أمها، وراحت على القبر وحطت لأمها زهور ولبيا، وقالت لو ما عملوا فينا هيك وعملنا بالكلب هيك وعملنا هيك ما تعلمنا. فإذا شو بنعمل؟ بنرحم اللي عم بيموتوا وبنخدمهم. فإذا في حياة بعدين؟ نعم، مثل ما في قبل في بعد. صاروا يقعدوا حد اللي عم بيموتوا، إلا أنا بشوف أمي جاي تاخدني، بشوف يسوع، بشوف العذراء، عم شوف ناس ما بعرفهم تسألها شو اسمهم، يقولوا لها. يجي بيا تقول له بتعرف فلان؟ يقول له نعم. نعم بتعرفي مات قبلي؟ قالت له دادي قال بده منك مصاري حتى تعطيهم لابنه فقير. إيه مظبوط. إجا قال له أنا إلي معك مصاري، روح أعطيهم لابني فقير ومريض، وأنت غني وخدت مصريتي واشتغلت فيهم، سو عرف مستقل. قال له إيه؟ هادي إجا لعندي وقال لي إنه تروح تدفعهم، أنا بدي موت وإنت رح تتعذب وفرجاني وين بدي أروح. قال له لا مطرح ما بدي روح في نار. قلت له إيه؟ بدك تكون بالقلب وبدها تجي على راسك. عم شوف بيع بيته، راح لعند هالشاب عطاه المصريات، قال له بخدمك انت وابني، حطهم اتنقهم. اجى قال له هلا انا مرتاح. هيدي حقيقه، هالحقيقه ما عم نصدق فيها. ذكر المسيح، ذكر الانجيل، العهد القديم، كل الانبياء، القرآن، الحبيب، الأولياء، الخلفاء، العلم. هلأ كل واحد فيه شوف. نعم أنا ما بحب شوف، بيعطيني ربي هلأ إشارات بقول له بشكرك وسامحني
وحدك الغفار لأني ضعيفة، كون مضيع الطريق بيعطيني إشارة. بس بحس إنه الاستكبار قوي كتير، أقوى شيء بالإنسان بدي استكبر أنا مهم. سو فيكن تقولوا يا رب كون أنا الوسيلة وما تفرجيني. بس ما بدنا نشوف شو من خلالنا، يمكن ربي يعذبنا ويعطينا أمراض وكل هيك، بس من خلاله أنت المريض يشفي غيرك. كانوا الصحابة إذا ما أجيهم بلاء يقولوا الله نسينا، عيشوا على نوى التمر. فإذا في شريعة فينا نتبعها وموجودة قد ما بنقدر، لا يحمل الله النفس قديش أنا بقدر، هل قد كبيتي، أنت قد، أنت قد، كل واحد عنده وزنات. بيقول المسيح قديش وزنتك يا مريم، قد وزنتي. وإذا بدكم تعرفوها بتعرفوها، ما أنا هون بيقول لي هاي من ضمن الوزن اعمليها. يا الله هيدا بيقول لي ما تعمليها، بدي اسمع لهي برجع. هيدا صادق، بنعرف انه صادق، وبعرف كل ما كنت مع الصادق كل ما زاد الحق. هيدا المحك وهيدا الصراع، بس كلنا فيه نعم، ما كلنا بنروح الله. ليش ربي بحب الملك أكتر أو بحب الفقير أقل؟ تعرفوا الفقراء والدراويش قال لو بيعرفوا الملوك والأغنياء شو عنا كرامات كانوا بيقتل ياخدون، ولكن هودي ما بينشروا بالمال. يا ريت تتذكروا الملك يلي كان بده يروح على الصيد، ما حدا يروح معه إلا في واحد وزير صار يحبه أكتر، هالوزير هيك صادق معه بضل معه. كلكم بتتركوني بس هيدا الوزير، إيه؟ لأنك بتحبه أكتر شيء، بحبه أكتر شيء، وبحس بقلي غلطاتي قدام الناس وقدامكم. بصير له هيدا كذاب وانت غلطان وانت لا بتتفعله. نعم لأني بتفعله أكتر شيء، بحسه صادق. إيه أنا صادق أكتر منك ومش عايزك للملك هيك قدام الناس. سو هون يوم مدري ليش حب الملك يروح صياد، طلبه قال كان كل شيء الوزير يقول كله من الله وكله خير، كله من الله وخير. قالوا له وين يجي؟ قالوا له ما في، لأنه قاطش إصبعه وموجوع. قال كله من الله وكله خير. قال من الله، قال نعم هيك بيقول، يمش مع انتو من الله كله خير. فاتوا بالغابة، فاتوا بالغابة شافوا في حيوانات كبيرة بهالغابة. هرب اول واحد، تاني، الثالث، وحده. وين راحوا؟ وين لقطوا يا غابة بياكلوا بشر. اهلا فيك انت الملك، اليوم عنا احتفال اله عنا بدنا نقدم له. شو بتعملوا؟ بنحرق انسان شو بتعملوا فين بعد ما تحرقوا؟ بناكله. جيبوا شوفي. الو بدنا نشك تيابك تنحرقك. شلحوا اشوي اصبعك. قالوا ما بعرف ما كان مقطوش بس هلاش. ما تواخذنا، ما فينا نقدمك للآلهة عنا، بحس بدنا نجامل إلا أنت الملك. رجعوا ربطوه وقالوا له وين من ردك؟ من وصلك بأمان؟ قال لهم ردوني، خدوني وصل على البيت، خدوني لعنده. قال له ليش صار فيك؟ خبروا الملك، فرجي الملك إن أصبعي مقطوش. وأنا أصبعي مقطوش. قال له شو صار؟ قال له قط يلي صار فيي يصير فيك، صار فيي يصير فيك، نقطش أصبعي. قال له لو أنا ما نقطش ورحت معك كانوا بدهم ياخذوا لك وارجع أنا. لو أنا نقطش ورحت معك كانوا أصبعي مقطوش ما أخذوني، أخذوا الملك لأنه مقطوش. على الحالتين بتروح على سو طلبت من الله يحمي بأي طريقة هو بيعرف. ما تمضي أنا محمية وتكون محمية هونيك.
قال له هيك كل شيء بيصير من الله؟ قال له ما في إلا الله. لك أصبعة حتى يردك بلا أصبع، منقعد بلا أصبع. لا يصيبنا إلا. فإذا رب ضارة نافعة والدعاء يستجاب يلي عندهم قلب. اليوم العلم عم بيحط أشرطة كتير من هالنوع، جورج جورجيف، جوزيف كامبل، لويز هاي، بالألوف. أنا عندي حوالي 1000 شريط وبستورد أكتر ومنوزع. أدعوا على الإنت واطلبوا. وإذا بدكم في أشرطة سمارت فيها تحطهم مؤسسة مهمة وإنسانية، ما بدها تحط دعايات هشك بشك. أنا كل اللي بدهم يحطوا إعلانات، إذا بدكم يكون في عنا مردود وحلال حطوا إعلان بهالمؤسسة. وإذا بدنا نساعد الحقيقة، لأنه كل ما ساعدنا الحقيقة كل ما الحقيقة ردت لنا إياها أضعاف. مثل ما بتحت الدعاء تحت الشتاء كانوا يقولوا ها، قال هلأ الدعاء تحت الشتاء يعني أحلى. اليوم في علم تقعد تحت الشتاء وبتدعي ملايين المرات دعائك بزيد. سمعت انه الطير والشتاء وكلهم رجعوا مثل الذكر. وقلت واحدة اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، مية ميتين ميتين. الله مع الجمع. إذا مرة واحدة بقول يا ودود مليون واحد، إذا مرة يا هادي مية أي كلمة. يا الله يا الله، اسم يا الله أسرار الأكوان بهالكلمة بالأحرف بالمسافات. هي الجسد الإنساني من الألف لام 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 كلها بإيدك، بالأرض بالأكوان بالمجرات بالطبيعة بلغات كتيرة. بس نحنا عنا ضيقة، والضيقة بتعمل جهل، والإنسان عدو ما يجهل، ومنكفر ومنحلل. وليك شو صار فينا؟ بدنا نرجع إلى علم التوحيد، إلى علم الصمت. نعم بدنا ندرس علم الأبراج والمجرات ونرجع نقول يا الله شو كان فيه بكل هالمنطقة العربية، ميسوبوتاميا، حمورابي. ولك وين نحن؟ وين كنا وورنا؟ فسمنا مثل الإيد، نظام كون، نظام الله، بيجر دي فرانت دي بيجر دي بعد. سني كتير كتير، فقير كتير كتير، سفقير كتير كتير، غني كتير. إذا غني كتير كتير وعرفت كيف تستعملون، غني كتير بقلبك زيد. سمعت أنه الطير والشتة وكلهم رجعوا مثل الذكر. وعرفت واحدة اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة، مية ميتين ميتين. الله مع الجمع. إذا مرة واحدة بقول يا ودود مليون واحد، سمر يا هادي مية أي كلمة. يا الله يا الله، اسم يا الله أسرار الأكوان بهالكلمة بالأحرف بالمسافات. هي الجسد الإنساني من الألف لام 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 كلها بإيدك، بالأرض بالأكوان بالمجرات بالطبيعة بلغات كتيرة. بس نحنا عنا ضيقة، والضيقة بتعمل جهل، والإنسان عدو ما يجهل، ومنكفر ومنحلل. وليك شو صار فينا؟ بدنا نرجع إلى علم التوحيد، إلى علم الصمت. نعم بدنا ندرس علم الأبراج والمجرات ونرجع نقول يا الله شو كان فيه بكل هالمنطقة العربية، ميسوبوتاميا، حمورابي. ولك وين نحن؟ وين كنا وورنا؟ فسمنا
مثل الإيد، نظام كون، نظام الله. bigger the front the bigger the back. غني كتير كتير، فقير كتير كتير، فقير كتير كتير، غني كتير. إذا غني كتير كتير عرفت كيف تستعملون، غني كتير بقلبك. إذا غني كتير كتير عرفت كيف تستعملون، غني كتير بقلبك. بقلبك عيش عنا والتمر. فإذا في شريعة فينا نتبعها وموجودة قد ما بنقدر، لا يحمل الله النفس. قديش أنا بقدر؟ هالقد كبيتي، أنت هالقد، أنت هالقد. كل واحد عنده وزنات، بيقول المسيح. قديش وزنتك يا مريم؟ قد وزنتي. وإذا بدكم تعرفوها بتعرفوها، ما أنا هون بيقول لي هاي من ضمن الوزن، اعمليها. يا الله، هيدا بيقول لي ما تعمليها. بدي أسمع له برجع. هذا صادق، بنعرف أنه صادق، وبعرف كل ما كنت مع الصادق كل ما زاد الحق. هيدا المحك وهيدا الصراع، بس كلنا فيه. نعم، ما كلنا من روح الله. ليش ربي بحب الملك أكتر أو بحب الفقير أقل؟ تعرفوا الفقراء والدراويش قال لو بيعرفوا الملوك والأغنياء شو عنا كرامات كانوا بيقتلونا تياخدون. ولكن هودي ما بينشروا بالمال. يا ريت تتذكروا الملك يلي كان بده يروح على الصيد، ما حدا يروح معه إلا في واحد وزير. صار يحبه أكثر هالوزير، هيك صادق معه، بضل معه. كلكم بتتركوني بس هيدا الوزير، لأنك بتحبه أكثر شيء. بحبه أكثر شيء وبحس بيقول لي غلطاتي قدام الناس وقدامكم. بصير له هيدك زي وانت غلطان وانت لا بتدفع له. نعم، لاني بدفع له اكثر شيء، بحسه صادق. انا صادق اكثر منك ومش عايزك للملك هيك قدام الناس. صحوني يوم ما ادري ليش حب الملك يروح يتصيد، طلبه. قال كان كل شيء الوزير يقول كله من الله وكله خير، كله من الله وكله خير. قالوا له وين خلي يجي؟ قالوا له ما في يجي لأنه قاطش إصبعه وموجوع. وشو قال؟ كله من الله وكله خير. قال حتى قال من الله؟ قال نعم. هيك بيقول يمشي مع أنتو من الله كله خير. أخذوا فاتوا بالغابة، فاتوا بالغابة شافوا في حيوانات كبيرة بهالغابة. هرب أول واحد، تاني، التالت، وحده. وين راحوا؟ وين تركوني؟ لقطوا يلي بالغابة بيأكلوا بشر. أهلا فيك، انت أتك الملك. اليوم عنا احتفال إله، عنا بدنا نقدم له إنسان. شو بتعملوا؟ بنحرق إنسان للملك. شو بتعملوا فيه بعد ما تحرقوا؟ بناكله. جيبوا شوفي. ألو، بدنا نشلحك تيابك تنحرقك. شلحوا أشو هي إصبعك؟ قال لهم ما بعرف، ما كان نقطوش بس هلأ انقطعش. قالوا له ما تواخذنا، ما فينا نقدمك للآلهة عنا، بحس بدنا إنسان كامل إلا أنت الملك. رجعوا ربطوه وقالوا له رجع، وين من ردك؟ من وصلك بأمان؟ قال لهم ردوني، خذوني، وصل على البيت خذوني لعنده. قال له ليش؟ شو صار فيك؟ خبروا الملك وقنت. فرجي الملك ان اصبعي مقطوش وقنت، وانا اصبعي مقطوش. قال له شو صار؟ قال له طلبت يلي صار فيي يصير فيك، اللي صار فيي يصير فيك. قال له انقطش اصبعي. قال له لو انا ما انقطش ورحت معك كانوا بدهم ياخذوك انت الملك. وارجع انا
ولو أنا انقطش ورحت معك كانوا شافوا أصبعي مقطوش ما أخدوني، أخدوا الملك لأنه أصبعه مش مقطوش. على الحالتين بتروح عليك. سو طلبت من الله يحميك بأي طريقة هو بيعرف، مثل ما صار فيي أنا محمية وتكون محمية أمك. قال له هيك كل شيء بيصير من الله؟ قال له إيه، ما في إلا الله. قطش لك أصبعك حتى يردك بلا أصبع، منقعد بلا أصبع. لا يصيبنا إلا. فإذا رب ضارة نافعة والدعاء يستجاب يلي عندهم قلب. اليوم العلم عم بيحط أشرطة كتير من هالنوع، جورج جورجيف، جوزيف كامبل، لويز هاي، بالألوف. أنا عندي حوالي 1000 شريط وبستورد أكثر ومن وزع. أدعوا على الإنترنت واطلبوا. وإذا بدكم في أشرطة أوديو سمارت سوي فيها تحطهم، لأنها مؤسسة محترمة وإنسانية ما بدها تحط دعايات هشك بشك. بتمنى كل اللي بدهم يحطوا إعلانات، إذا بدكم يكون في عنا مردود خير وحلال حطوا إعلاناتكم بهالمؤسسة. وإذا لقينا مثلها بدنا نساعد الحقيقة، لأنه كل ما ساعدنا الحقيقة كل ما الحقيقة ردت لنا إياها أضعاف. مثل ما بتحت الدعاء تحت الشتاء كانوا يقولوا ها، قال هلأ الدعاء تحت الشتاء يعني أحلى. يوم في علم تقعد تحت الشتاء وبتدعي ملايين المرات دعائك بزيد. سمعت انه الطير والشتاء وكلهم رجعوا مثل الذكر. وتكون واحدة واحدة، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، اربعة اربعة، مية مية، ميتين ميتين. الله مع الجميع. اذا مرة واحدة بقول يا ودود، مليون واحد عم بيقول يا ودود. إذا مرة بقول يا هادي يا سميع، أي كلمة، يا الله يا الله يا الله، اسم يا الله أسرار الأكوان بهالكلمة بالأحرف بالمسافات، هي الجسد الإنساني من الألف لام 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 كلها بإيدك، بالأرض بالأكوان بالمجرات بالطبيعة بلغات كتيرة. بس نحنا عنا ضيقة، والضيقة بتعمل جهل، والإنسان عدو ما يجهل، ومنكفر ومنحلل، وليك شو صار فينا. بدنا نرجع إلى علم التوحيد، إلى علم الصمت. نعم بدنا ندرس علم الأبراج والمجرات ونرجع نقول يا الله شو كان فيه بكل هالمنطقة العربية ميسوبوتاميا، حمورابي، ولك وين نحن، وين كنا وين صرنا. بس منرجع مثل الإيد، هيدا نظام كون، نظام الله. The bigger the front the bigger the back. إذا كنت غني كتير كتير فقير كتير كتير، إذا فقير كتير كتير غني كتير كتير، إذا غني كتير كتير بالماديات وعرفت كيف تستعملون، غني كتير كتير بقلبك. لا تملكه حتى تنفقه نية لك، وإلا بتكون حارس أو وارث. كمان بنتعلم. فإذا اللي بيسموها مدارس إيزوتريك، شخصيا أنا ما عم بقلكم، أنا ما بروح عليهم وما بحضر المحاضرات وما بسمع المعلم تبعهم شو بيقول. أنا أفهم شي فيكم، الحقونا عندي العلوم ما بروح. في كتاب اسمه Psychology of Esoterics، شوفوا مريم نور أونلاين، شوفوا شو يعني إيزوتريك. انتو ما تلحقوا حدا، نفسي ثم نفسي ثم نفسي. بس بالحبيب بيقولوا كل الأولياء والأنبياء نحن بحاجة طبعا،
بس بدي اروح لعند الجوهرجي، ما بدي اروح اني تصير اتباع. كتير بشوف من الناس اتباع، بس هيدا دوره. في ناس بيقولوا هيدي دينتي، بدك تكون تابع وتبرم تبرم، فيك تبرم. واحد قال تارك عمان وراح باتجاه عكس، شاف واحد قال له كيف فيني روح عمان، قال له يا بترجع خطوتين او بتبرم. قال له اذا بدي ارجع يعني غلطان. مين منا ما بيغلط والرجوع عن الغلطات خطأ فضيلة. فإذا هالعلم الإيزوتريك والسايكيك بيوند بادي، نعم في كتب كتير، الحياة بعد الحياة، الحياة بعد الموت، روبرت مونرو كان عم بيلعب بالموسيقى، ولد شايف الموسيقى خطه عالم تاني. يا الله شو هي؟ وهيك ابتدى حطوا كتابه وفوتوا على الموقع. وهذا هو علم الأداء جورج كرتشيف. أوشو بيقول إذا بدكن سر الأسرار اسمعوا الأذان وما تشرحوا، لا أسرار ولا أخبار ولا اختبار، اسمعوا. بين كل أي وأي يموتوا، بكل أي يموتوا، بالشهيق وبالزفير موتوا 5 مرات على القليلة. استسلام، رضا وتسليم. نحن لا منسمع شو قال، منين هي اللي عم بيقدينه، شو صوته، يحط لك شي كاسات. وقت لما نحط كاسات شيء، وإذا مباشر شيء صوت بيطلع من قلبه بيطوف بسبع جبال. لكن اليوم منبني المسجد لأنه قدم شقفة أرض، بناء المساجد، بناء الكنائس والمعابد والمستشفيات والبيوت بنظام الله اللي بني فيها البيت وهالهيكل وهالمبنى وهالمشفى. القلب هون، اها ما صار القلب. فاذا وين بدي يكون القلب؟ بالبيت، اي غرفة للنوم، اي غرفة للسهرة، اي غرفة للمكتبة، وين غرفة الضيوف، وين غرفة الأولاد الصبيان او البنات، وين المطبخ، وين البركة. اذا بتفوتوا على بيوت، ما بعرف اذا بالاردن بالشام تبقى، وبلبنان كان في كل البيوت القديمة بحرة، شو شو هالكلمة البحر، احنا عنا بحر 70% كلنا مي، وين البحرة؟ بحران، ابحر، بحر. هلا بيوتنا طوابق طوابق، بس فينا نعيش بخربة صغيرة إذا عنا هالعلوم. الإنسان أقوى، وعلى هالمحطة كل الانحطاط بده يطلع. بدنا نعيش خليفة الله، والعلم فريضة. خبرتوني قصة سكنت قلبي، قال كان في أب بالإسلام، قصة يحمل بنته كسيحة معاقة وياخدها وين في علوم. فإذا الأجر للبي وللبنت وللي عم بيعلم ويلي ساعدنا ويلي خبرنا القصة. تذكروا يلي أعمى ويلي كسيح وبيقشع، واحد إن واحد بيمشي بس أعمى، وهداك بيشوف بس ما بيمشي، حلو على كتافه صار واحد. أنا بمشي وانت دلني وين بدي روح. كلنا هيك لازم نكون نساعد بعض.
إذن ننتبه، كل ما بناخد خطوة أوقات نمشي على وحدنا هيك بننتبه كل خطوة شي 5 دقايق بالنهار بإيدينا حركاتنا. شو هني حركات الصلاة؟ ننتبه هالحركات بوعي، الصلاة بوعي، الأكل، كل حركة بنعملها، كل اهتمام بقوي فينا هالطاقة، هي طاقة الحياة، برانا، النفس. فيها تقعد انت وقاعد تزور المجرات والأكوان، بس الحبيب قال لا ترحل من كون إلى كون، بل ارحل من الأكوان إلى المكون وإلى ربك المنتهى. بس كلنا أولاد صغار وكلنا ما منعرف ومنغلط، منفتش إن شاء الله على العارفين بالله، على السالكين. موجودة بكل بلد، قلت له بعمان، قال لي قلت له بلبنان، بمصر. إن شاء الله نكون أنت وأنا من أصحاب الاستحقاق والحق، حتى ربي يرزقنا من السالكين. عنده سلوك بيقول يا حبيبي، عنده حضرة. شو حلوين هالكلمات، هيك من قلبنا منفهمهم. نحن لا، ما بقى نفهم، صاروا كلمة وألقاب. عالم غلف، مغلف، صار كل واحد عنده ملف ومغلف بالملف. نحن مغلفين بالنور وعنا ملف طوف وشوف. هيدي العمرة وهيدا الحج، بالفهم بالعلم نوصل للتوحيد. قبل ما يصلوا علينا منصلي على حالنا، والصلاة صلة، من كان للأهدام واتصل، ومن كان إلى غير الله انقطع وانفصل، صلة الأرحام. شيرلي ماكلين مثل كل وحدة منه ما كانت تصدق في عالم غير هالعالم، بعدين تقول بلا وصلت للشهرة، جمال، مال، شو ما بدها فيه، تقول لهم بعد في شيء مني مبسوطة، مني مرتاحة. وتعرفت على معلم ربي، وأخذها على البيرو عند الفقراء، وفرجيها قديش في فقراء أغنياء ما بدهم اللي عندها، فيك تنامي عندهم، فيك تعيشي مثلهم. فإذا قديش أنت فقيرة إذا ما فيك، هن إذا عاشوا بالقصور يرجعوا على أكواخ، فيك أنت تعيشي بالكوخ. وصارت تتعلم ونزلها على المي، وبالمي ربي أكرمها وفاتت وشافت أبعاد وأسرار. وشوفوا شو عم تعمل. تقولوا ما تقولوا، ما في حياة بعد الموت ولا قبل الموت ولا بهاللحظة، أحياء عند ربهم يرزقون. هلأ الرزق حقه طبقات، كل واحد قديش عنا نحنا استحقاق. كان في رجل زوجته ما بتصلي، راح لعند الشيخ قال له أنا مرتك، قال له بكره جاي على صلاة الفجر وفرجيك. رجع على صلاة الفجر مرته عم بتكنس برا، قال له وين جوزك؟ قالت له راح عند أبو معروف، قال له سامع صوته بالمسجد عم بيأذن. قالت له ما عندنا مسجد، هيدي دكانك بو معروف. قالت له هي دكاني وهذا بيتي وهذا جوزي، انا بعرف اكثر منك. طلع جوزي هيك، لا كيف انا ما عندنا مسجد؟ قالت له لا هيدا منه مسجد، هيدي دكان. قال له مرتك صادقه ونحن الكذابين، احكي. قالت له انا ما بصلي على ذوقه، بس رح خبرك اخر كلمه امبارح قبل ما نام، قال على كتفه، قال لي يا مرة بكرة قبل صلاة الفجر رايح عند أبو يعقوب أبو معروف. قالت له رجال أرمل وعم بيربي 6 ولاد ومتكفل ب3 ولاد وصانع أحذية، شو بدك فيه؟
هلا مدينه مصاري، هلا في واحد تاني بدي يدفع لي فايز اكثر، رايح جيبهم من عنده وروح بعد دينهم عند هديك. قالوا له عم تاخد منه فايده، وارمله مسكين ومتكفل مش بس اولاده، وكل شهر بيجيب لك صدقات لإلك وللاولاد، وانت بتاخد منه فايز. ربي مع مين بده يكون؟ لسمي بده يسمع له ولا إلك؟ سكتي ما بتفهم شيء بالدين. قالت له هيك نام، ومثل ما بينام بيقوم، وهلا بالمسجد عم بيحكي مع ابو معروف مش مع الله. قال له انا مثلك، وقال له صادقه مرتي. قال له انت كيف بتصلي؟ قالت له لو خبرتك ما رح تعرف، ما رح تفهم. روح صلي بقلبك، طهر قلبك وصلي حيث ما شئت واينما توليتم فتم وجه الله. باخلاقك بالتقوى، بأعمالك، بالمعاملة. نعم كلنا منعرف هيك، بس منصير نقول تنسكر وقت الحبيب صحى شخص وأخذه معه يصلي، هو راجع قال له شفت يا رسول الله أنا صليت وهو بعد النايمين، تركه ورجع يستغفر وهو النبي يستغفر، يا ريت تركتوني بركي نومه كان في حسنة أكثر من هالتكفير والتحليل. فإذا كلنا عنا هالطاقات وهالكرامات إذا منعرف شو دورنا وشو جينا نعمل. ما بدنا نلعب دور غيرنا، ربي خلق مريم نور وحدة، خلق أنت واحد، لو بدي يخلق 20 مسيح كان قدر خلق، قال لي أنت إليك دور. أنا عم كنس، أنا عم بجلي، أنا عم مسح، أنا عم بحكي، بقول له أنت من خلالي التكنيس والتمسيح والجلي والطبخ، يدل عم تحرك الطنجرة أنت عم تحرك العالم وهالطنجرة. نتذكر قد ما بنقدر أجمل وأصغر وأكبر وعظة الموت، موت الأنا موت هامون، مثل ما بيحبه بيكرمنا. يمكن نكون منيح وصادقين وصالحين تبعثنا شي سيارة مدري كيف نروح مبهدلين. ما فينا نعرف أسرار الله، بس فينا نعرف الأمر الإلهي النهي عن المنكر والمعروف. نعرف شو يعني منكرات ومسكرات موس هاي المسموح. يصطفلوا حط يصطفلوا. أنا قال له منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب. منين تعلمت البخل؟ من الكرم. وبس اوقع بقلة الأدب وبقلة الكرم نتعلم. قال له لو وقعت ناقة أنا المسؤول بحسبني كلها. فإذا العيش مع الجماعة، إذا ما فينا نعيش مع جماعة مثل ما عشت أنا مع جماعات، منعيش مع جماعة بقلبنا ومنعمل جماعة مثل ما هلأ في بالأردن وسامة قديم، منلتقى مرة مرتين بالأسبوع، بكون عندنا كتاب كلنا عم نقرأ في أول شابتر بهالكتاب فصل، ونقعد منحكي نتعلم طبخ نتعلم زراعة نتعلم، كل واحد نلم كتاب من بعضنا مرتبين ومنيح منوزعون. أنا الفستان لبسته هلأ بحب أنت تلبسي حسن جيري يلا، وما نستحي ولو كنا أغنياء أو فقراء. الغني بس يمد إيده له حسنة وصدقة، مد إيده والفقير كمان، وننتبه ما يكون عم بيمد إيده ونعطيه يشتري خمرة، لا. وقت منصير نعرف بعضنا منعرف هيدو بحاجة إلى أكل، هيدو بحاجة إلى قسط مدرسة، هيدو بحاجة إلى تياب، هيدو بحاجة، نعرف حاجاتنا. تجمعنا الجماعة وتصير هالصدقات تمشي من بيت البيت، لأنه بالنتيجة كلنا عنا شي ما منعوزه، يا كبوت يا تياب أكل. نحنا منعرف كلنا أنه إذا حمصتي بن بدك تبعتي للجيران، إذا طبخت أمي شي يبقى ريحته كزبرة وتوب وهيك، كلنا يجينا صحون
بس يعملوا قورمة كلنا يجي نصحون. دايما على كل طاولة بالضيعة في صحن اثنين ثلاثة من عند الجيرة. هلأ صرنا حتى بالضيعة ضايعين. كان ما حدا يضيع بالضيعة، صرنا ضايعين بقلب البيت وبقلب الغرفة وبقلبي. أستودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه وكرمه يا أكرم من كل كريم. مع السلامة.